بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله هلا رح نتعرف على مقدمة يعني لدرس الصفات المرتبطة بالجنس اللي هو تحديد الجنس. عن إيش بيحكي درس تحديد الجنس؟ وجد العلماء أن الكروموسومات الموجودة لدى الكائنات الحية هي نوعان: كروموسومات جسمية وكروموسومات جنسية. إذا بتذكروا يعني إنه في الإنسان في العدد الكلي للكروموسومات 46 كروموسوما، وهذول 46 كروموسوم تقسم إلى نوعين: 44 كروموسوم جسمي وكروموسومين جنسيين. النسبة للكروموسومات الجسمية تكون متشابهة لدى الذكور والإناث. شو يعني متشابهة؟ أي لا يمكن تمييز خلية الذكر من خلية الأنثى إذا اطلعنا على الكروموسومات الجسمية. في الإنسان مثلاً 44 كروموسوم اللي هم الأزواج المرقمة من 1 إلى 22 تكون متشابهة. أما اللي بيهمنا هون الكروموسومات إيش؟ الجنسية، وعددها 2. دائما الكروموسومات الجنسية عددها كم؟ 2. راح نشوف أول إشي في الإنسان نحدد، يكون الكروموسومان الجنسيان في الذكر غير متماثلين ويرمز لهما إيش؟ XY، الكروموسومين الجنسيين. إذن الإكس هو كروموسوم جنسي والواي كروموسوم جنسي. ليش رمزوا لهم في الذكر اكس واي؟ لانهما غير متماثلين. اما في الانثى فيكونان متماثلين، اي يكون الكروموسومان الجنسيان متماثلين ويرمز لهما اكس اكس، يعني زي سين سين بالعربي. هلا شو راح نسمي الاكس واي والاكس اكس؟ بنسميها الطراز الكروموسومي الجنسي. إذا لو حدا سألنا شو الطراز الكروموسوم الجنسي لذكر الإنسان نحكي XY، شو الطراز الكروموسوم الجنسي لأنثى الإنسان بتكون XX. وعرفنا ليش رمزوا لهم XY و XX، لأنه في الذكر يكونان غير متماثلين سين صاد يعني، وفي الأنثى يكونان متماثلين. طيب في الإنسان مين المسؤول عن تحديد جنس الجنين من الناحية الوراثية؟ مين اللي بيخلي الجنس يطلع ذكر أو أنثى في الأبناء؟ خلينا نشوف شو الطراز الجنسي للذكر XY والأنثى XX. اطلعوا لما يصير في عنا انقسام منصف، الذكر ينتج نوعين من الجاميتات X وإيش Y، يعني جاميت يحمل الكروموسوم الجنسي X وجاميت يحمل الكروموسوم الجنسي Y، احتمال نص يعني نصفها يحمل X ونصفها الآخر يحمل Y. بينما تنتج الأنثى البويضة يعني الجاميت اللي بتنتج الأنثى كم نوع؟ نوع واحد فقط اللي هو ماذا يحمل؟ يحمل X. يعني الذكر ينتج نوعين بس الأنثى تنتج كم نوع؟ نوع واحد من الجاميتات. فلما بده يصير الإخصاب إذا X لقحت X تطلع XX، يعني إيش؟ أنثى. إذا الواي لقحت الإكس بتطلع إكس واي اللي هو إيش طبعاً؟ ذكر. إذا مين المسؤول عن تحديد جنس الجنين من الناحية الوراثية؟ إذا اللي هو مين؟ الذكر. ليش الذكر؟ لأنه ينتج نوعين من الجاميتات نصفها يحمل إكس والنصف الآخر يحمل الواي، بينما تنتج الأنثى كم نوعا؟ نوعا واحدا. بينما تنتج الأنثى نوعا واحدا من الجاميتات ماذا يحمل؟ يحمل X، فهي تحمل طراز كروموسومي جنسي متماثل، بينما الذكر طراز الكروموسوم الجنسي إيش؟ غير متماثل. طيب ثانيا، في عنا ذبابة الفاكهة رح تمر معانا كثير في الصفات المرتبطة بالجنس، بهمنا نعرف تحديد الجنس فيها. تحديد الجنس في ذبابة الفاكهة يتم تحديد الجنس فيها كما في الإنسان تماما. شو يعني كما في الإنسان؟ بيكون الذكر XY والأنثى إيش؟ XX. يعني مين المسؤول عن تحديد الجنس في ذبابة الفاكهة؟ أكيد الذكر، لأنه يحمل طراز، بإمكانكم تسجلوا السؤال، لأنه يحمل طراز كروموسومي جنسي غير متماثل وينتج كم نوع من الجاميتات؟ نوعين من الجاميتات.
بينما الأنثى تحمل طراز كروموسومي جنسي متماثل وتنتج نوعاً واحداً من الجاميتات. ثالثاً وأخيراً لدينا إيش؟ الطيور. في الطيور تحديد الجنس يكون عكس الإنسان وذبابة الفاكهة. كيف يعني العكس؟ بيكون الذكر هو الذي يحمل الطراز لكروموسوم الجنسي المتماثل، فرضاً نرمز له XX، والأنثى تحمل الطراز لكروموسوم الجنسي غير المتماثل، يعني XY نرمز لها مثلاً. إذن مين المسؤول عن تحديد الجنس في الطيور؟ أكيد مين؟ الأنثى، لأنه هي اللي بتحمل الطراز غير المتماثل وتنتج نوعين من الجاميتات. يعني باختصار، بالنسبة لتحديد الجنس، أي كائن حي يحمل الطراز لكروموسوم الجنسي غير المتماثل يكون هو المسؤول عن إيش؟ عن تحديد الجنس، لأنه هو اللي راح ينتج النوعين من الجاميتات. شوفوا مثلاً في الطيور في عنا الديك، يعني ما بذكر إنه ذكر أو أنثى، إحنا لازم نعرف إنه الديك ذكر وطرازه الكروموسوم الجنسي X، والدجاجة بيكون الطراز الكروموسوم الجنسي XY. إذن الدجاجة هي المسؤولة عن تحديد الجنس. بس إذا في سؤال بيجي عليه طيور، عصافير مثلاً أو حمام، هو بذكر لنا في السؤال إنه ذكر أو أنثى. يعطيكم العافية، وإن شاء الله الدرس القادم بنبلش بالصفات المرتبطة بالجنس، وشو المقصود بالصفة المرتبطة بالجنس.